مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم من خيمه من الخيام في ميدان التحرير. طبعا نلتقي في الميدان مع الشباب المعتصمين وايضا غير المعتصمين والذين لهم راي في طريق الثوره الان. هل الثوره تستكمل مسارها كما كان يريد الثوار بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهوريه، ام ان هذا هو يعني مجرد وقفة على الأقدام لطريق الثورة بعد أن كادت تغوص في رمال متحركة كما يراها البعض، أم أن هذا مغاير تماما لما كان يتمناه الثوار في عهد الثورة الأول قبل سقوط النظام السابق؟ ما هي المطالب التي من الممكن أن تعبر عن التوافق الوطني بين هؤلاء الثوار؟ هل الجميع الثوار الذين اشتركوا في ثورة يناير في أيامها الأولى وفي مهدها متفقون على هذه المطالب المرفوعة في ميدان التحرير؟ هذا ما سنعرفه من خلال لقائنا في خيمة من خيام ميدان التحرير المنصوبة والمنعقدة حتى الآن. معي في هذه الخيمة محمود عفيفي من حركة 6 أبريل، أهلا بك محمود، وأحمد عقيل من حزب الحرية والعدالة، أهلا بك أحمد، ومحمد القصاص من حزب التيار المصري، أهلا بك محمد، ونوارة نجمة الناشطة السياسية المعروفة، ازيك يا نوارة؟ الحمد لله. طيب نبدأ الأول من يعني تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية. محمود، أنت شايف أن بما حدث هذا الثورة مستمرة وطريقها مستمر أم أنها تراجعت؟ يعني هو بغض النظر عن أي نتيجة كانت أو بغض النظر عن المرحلة اللي احنا وصلنا لها أو الوضع اللي احنا فيه، الثورة مستمرة، دي حاجة احنا متفقين عليها والكل متفق عليها. الثورة ليها استحقاقات وليها مطالب لم تحقق حتى الآن، ويمكن إن حقق منها القليل، ولكن مطالب كتيرة لم تحقق حتى الآن واستحقاقات لم تتحقق حتى الآن، وبالتالي احنا موجودين، بالتالي مصممين وعازمين العقد على اننا نكمل المشوار، اننا نحقق كل مطالب الثورة بكل فعالياتنا اللي بنعملها، سواء مظاهرات او مسيرات او اعتصامات، كل الفعاليات اللي بنعملها بكل اساليب الضغط الممكنة. هو من الممكن ان تفعل كل هذا وانت ترى ان الثورة تتراجع، لكن بتولي محمد مرسي خاصة من 6 ابريل يعني لها عصر جديد الان مع حزب الحرية والعدالة ومع الاخوان المسلمين، يعني اصبحتم الان اعتقد على طريق واحد بعد ان يعني ان كنتم متضادين. يعني هو الفكره المفترض ان كلنا نكون على طريق واحد، يعني المفترض كل القوى السياسيه، المفترض ان كل من شارك في الثوره، كل التيارات بمختلف انتماءاتها تكون على طريق واحد لتحقيق اهداف الثوره، ده المفترض. وان كان السنه ونص اللي فاتت كان فيها يعني اختلاف بشكل كبير، وكان في بعض العقبات وبعض الحاجات اللي حصلت، ويمكن احنا لومنا على جماعه الاخوان المسلمين كتير وقلنا ان هم يعني السبب في اللي احنا وصلنا فيه ده دلوقتي، واحمد يعني ممكن يختلف معايا ده، بس معلش ده دي حقيقه، احنا ما كانش يجب ان احنا نوصل للمرحله دي، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله لابد ان يكون فيها توافق، لابد ان يكون فيها اصطفاف وطني. احنا كنا امام دكتور محمد مرسي واحمد شفيق، احمد شفيق يمثل النظام السابق، يمثل كل ارقامه، حسني مبارك من جديد، وبالتالي فوجود احمد شفيق هو قتل للثوره، وجود احمد شفيق في الانتخابات او نجاحه في الرئاسه كان هيكون عقبه كبيره جدا امام الثوره، وبالتالي احنا فضلنا دعم الدكتور محمد مرسي، فضلنا الاتفاق وفضلنا الاصطفاف الوطني خلال هذه المرحله من اجل ان نتوحد حوالين هدف واحد لاستكمال مطالب الثوره. جماعه الاخوان المسلمين قالت تعهدات وقالت كلام كتير، دكتور محمد مرسي يعني تعهد بيه امام الشعب المصري، بنتمنى دلوقتي بقى انه يبدا يحققه. احنا موجودين كمراقبين ليه، كمراقبين لادائه، كمراقبين لوعوده اللي هو وعدها، لو نفذها واحسن يعني هنثني عليه، لو اخطا هنصوبه وهنقومه. احمد عقيل من حزب الحريه والعداله، يعني بالتاكيد تولي الدكتور محمد مرسي له طعم ومذاق اخر عندكم، لانكم يعني من انصاره المؤيدين له، وانتم تمثلون حزبه وهو مرشحكم. هل ترون بتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية الثورة أنقذت؟ هل كانت في خطر بهذه المنافسة التي كانت بينه وبين شفيق كما قال محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني في البداية أتكلم عن فكرة أن اختيار الدكتور محمد مرسي واصطفاف القوى الوطنية مؤيدة للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة الحقيقة كان بيعبر ليس فقط عن دعم حزب الحرية والعدالة لمحمد مرسي كشخص، ولكن كان بيعبر عن أنه الطريق لإنقاذ الثورة.
وأنه يعني السبيل للوقوف في إعادة في وجه إعادة إنتاج النظام السابق على ليس بسياساته فقط ولكن بسياساته وشخصه بتولي آخر رئيس وزراء لحسني مبارك السلطة لو كان نجح في هذه الانتخابات. فاختيار الدكتور محمد مرسي هو كان اختيار لاستمرار الثورة، استكمال أهداف الثورة، الوقوف في وجه إعادة إنتاج النظام السابق. الحقيقة أن احنا الفترة اللي فاتت كان في الكثير من الأخطاء، الجميع أخطأ، الإخوان أخطأوا والطيارات الأخرى أخطأت، ولكن إحنا في الفترة الأخيرة الكل تعلم من أخطائه، الكل عاد إلى فكرة الاصطفاف الوطني لإعادة إنتاج أو لاستكمال أهداف الثورة، لأن إحنا الحقيقة الثورة بتواجه تحديات عديدة تحتاج من القوى السياسية جميعا إلى أن هي تصطف في مواجهة الدولة العميقة وفي مواجهة فلول النظام السابق وفي مواجهة من لا يريدون أصحاب المصالح الذين لا يريدون للثورة أن هي تصل إلى أهدافها. الحقيقة إن إحنا كنا باستمرار على تواصل في الفترة الأخيرة مع تقريبا كل القوى السياسية، بنحاول إن إحنا ننسق المواقف بصورة كبيرة جدا. أمامنا تحديات في الفترة القادمة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، أمامنا تحديات بخصوص صلاحيات الرئيس التي انتزع جزء كبير منها بإعلان دستوري أو إعلان غير دستوري مكبل لصلاحيات الرئيس. أمامنا كثير من التحديات، كان من ضمنها مثلا الضبطية القضائية واللي تم إلغائها النهاردة. أمامنا كثير من التحديات اللي عليها توافق كبير من كل القوى الوطنية وكل الحركات الثورية، ومحتاجين الفترة الجاية أن احنا ما تم من توافق خلال الفترة السابقة أن يتحول إلى دعم لمشروع الثورة ودعم لاستمرار مشروع الثورة حتى تحقق أهدافها وحتى يتم التحول الديمقراطي الكامل. طيب. من دولة سلطوية ودولة تعتمد على الجهاز الأمني بصورة كبيرة إلى دولة ديمقراطية حرة لها المواطنين فيها يختارون نوابهم بحرية وديمقراطية، يختارون رئيسهم بحرية وديمقراطية، ويستطيعون من خلال صناديق الاقتراع أن يغيروا هذا المجلس يعني مجلس الشعب أو نوابهم، أو يغيروا الرئيس من خلال انتخابات حرة ونزيهة. طيب محمد القصاص، أحمد ذكر الآن أن التوافق لابد أن يستمر، لأن في المرحلة اللي فاتت وما سبق يعني فوز الدكتور مرسي في هذه المنافسة التي رأيتموها، هي منافسة بين ثورة ولا ثورة وبين مرسي وبين شفيق، أما وإنه أصبح رئيسا للجمهورية، كيف يحدث هذا التوافق؟ هل التوافق في خطر خاصة مع هذه الدولة العميقة كما وصفها أحمد؟ الحقيقة التوافق في خطر طول الوقت، وعدم التوافق هو أوصلنا عدم التوافق القوى السياسية في بداية الثورة وعلى أهداف الثورة وانسحاب بعض القوى السياسية من الميدان بدرجة من الدرجات، أوصلنا إلى مرحلة أن احنا وصلنا للثنائية فعلا، يعني كنا قبل قوسين وأدنى أن احنا نبقى في مطب كبير جدا لو كان أحد رموز النظام هو اللي موجودين. التوافق هيظل في خطر إذا كان تم في تراجع عن فكرة الإيمان الحقيقي بأن هو مفيش حد مهما كان قويا أو كبيرا في مصر، بالذات بعد 30 سنة من العناء في الشعب المصري والحياة السياسية المصرية، أنه يقدر يدير لوحده البلد أو يقدر أنه هو يهيمن على الأمور في لوحده أو يقود الأمور لوحده مهما كان قويا أو عظيما أو منظما أو كبيرا أو ما إلى ذلك. وأظن هذه الرسالة هي التي وصلت لوضوح للدكتور محمد مرسي في قبل جولة الإعادة، يعني وأظن لولا انحياز كثير من حتى المختلفين الذين وصلوا زي ما حضرتك بتقول وصل يمكن أحيانا إلى درجة عداء مع بعض الفصائل، لولا انحيازهم الدكتور محمد مرسي ما كان يقدر يتجاوز 2% أو شابه ذلك اللي هو نجح بيه. والرسالة اللي قالها الدكتور محمد مرسي في آخر يوم قبل إعلان النتيجة بيومين، آسف، يوم الجمعة 22/7 في مؤتمر اللي عمله وكان فيه مجموعة كبيرة يمثلوا كل القوى السياسية والشبابية، كانت الرسالة واضحة ان هو آمن بذلك مفروض، وان هو قال ان هو حط طريق التواصل او طريق التوافق عن طريق فريق رئاسي متكامل يمثل الجميع، يمثل طيارات سياسية، يمثل الليبراليين، يمثل اليساريين، يمثل المرعى، يمثل المسيحيين، يمثل الشباب، ثم حكومة ائتلافية تمثل كل القوى الوطنية ويأخذها شخصية وطنية مستقلة لا تنتمي إلى الإخوان أو تنتمي إلى حزب الحرية والعدالة. ده أحد الطرق أو ده الطريق من الطرق، هذا الطريق في النهاية ربما يستمر فيه طرق أخرى، منها التوافق حول جمعيات تأسيسية، التوافق حول صياغة الدستور. إذن التوافق في خطر إذا
عاد كل بعد انتهاء الانتخابات عاد كل الى مربعي ونسينا ما حدث خلال سنه ونص. نسينا ان الجامعات التاسيسيه هدمت ومره وثانيه على وشك ان تهدم. نسينا ان البرلمان نشا وهدم. نسينا ان هناك ايام وجمع ضاعت في الميدان ولم تحقق نتائجها. نسينا ده شهداء سقطوا مقابل نتائج حتى الان لم تصل اليها مصر. التوافق بيظل مهددا اذا تراجع الجميع. اما اذا تعلم الجميع من الاخطاء وامن انه لا سبيل الا هذا التوافق، لا سبيل الا تقديم مصلحه الوطن ومصلحه مصر ومصلحه الثوره على المصلحه الحزبيه الضيقه وعلى مصلحه فصيل مهما فصيل ومهما كان. اذا تنسينا الاستقطاب الديني والاستقطاب المجتمعي اللي كان موجود وموجود من اول 19/3، حاله الاستقطاب اللي غزاها البعض واولهم غزاها الثوره المضاده وغزاها النظام السابق، ان يعني حاله الاستقطاب دي لو ظلت موجوده هيبقى فيه هدد او شيء يهدد التوافق. اذا تجاوزنا كل ذلك فاحنا امامنا فرصه ذهبيه وامامنا لحظه تاريخيه ان احنا نتجاوز كل ذلك. يبقى في عندنا مجموعه وحكم، يعني مجموعه تعبر عن الثوره باطيافها المختلفه تحكم خلال الفتره الحاليه حتى يتم عمل دستور جديد، ان ياتي الدستور موافقا لكل المصريين، ثم بعد ذلك ياتي برلمان جديد ايضا بقواعد اتمنى ان يكون ايضا في هناك توافق على قائمه وطنيه موحده. في الحاله دي اقدر اقول ان احنا عبرنا بمصر الى بر امان، وفي الحاله دي حتى يمكن حتى هنا ان نعود طيب الى مربعه او الى ايديولوجيته او ما الى ذلك. طيب نوار، الناس بتسال انت فين في الميدان؟ كانوا لسه بينغشوكي حالا قبل الخروج على الهواء مباشره. انا بقعد في محمد محمود. مستعده؟ انت متوقعه حاجه ولا ايه؟ لا بعد محمد محمود، يعني ده وسيلك الذكريات ولا الزخم فيه، يعني الزخم الثوري فيه قوي. وبروح اقرا الفاتحه. طب هو محمد محمود منفصل عن ميدان التحرير؟ لا يعني مش منفصل ولا حاجه، بس انا بحب اقعد في المكان. طب ايه رايك في المطالب المرفوعه في ميدان التحرير؟ نعم، المطالب المرفوعه في ميدان التحرير. انا نازله مع، يعني انا نازله للمطالب، المطالب لالغاء الاعلان الدستوري المكمل يعني كل المطالب بتاعه والصلاحيات بتاعه الرئيس. هو انا بس يعني عايزه، كان محمد بيتكلم عن التوافق وخلافه، انا مش نازله للتوافق الحقيقه. انا يعني خلاص بطلت، يعني فكره ان انا ابص للحواليا او ابص للتيارات اللي حواليا او الشخصيات اللي حواليا واشوف هيخذلوني ولا مش هيخذلوني، دي بتعطلني انا بشكل شخصي. فانا بنزل للمطلب. دلوقتي في رئيس منتخب او الرئيس مدني منتخب، من حقه يكون له كامل الصلاحيات، من حقه يبقى هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، وانا سوف اقاتل يعني ولو وصل الامر ان انا اخش معركه تانية من المعارك اللي دخلتها، سوف اقاتل عشان خاطر اجيب لهذا الرئيس المنتخب المدني صلاحياته كامله، وعشان يعني يحترم من المجلس العسكري، والمجلس العسكري يسلم السلطه عشان هو كمان يحترم نفسه، وممكن اقاتله هو شخصيا عشان يحترم نفسه، لان اداء الحقيقه البرلمان كان فيه جزء يحترم نفسه. تقصدي بانه يحصل على صلاحياته، لانه لو لم يسعى لها فهو بذلك ما يعملش اي اتفاقات، ما يقولش انا هديكوا شويه واخد شويه، لا يحترم نفسه ويحترم منصبه، يحترم الناس اللي انتخبته. هو رئيس الجمهوريه ولازم يعرف ان وراه ناس. انا كان معايا ضيوف نواره بالامس يقولون ان الاعلان الدستوري ليس مكبلا كما يصفونه، ولكن هو امور بتستدعيها اللحظة، وكما وصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه أنها يعني ضرورة ملحة في هذه المرحلة. المجلس العسكري لازم يمشي، هو مش يعني احنا بقالنا سنة ونص بنقول يسقط حكم العسكر ومثبت برضه. هو هيمشي يوم 30، هيمشي فين؟ لازم يدي كل السلطات، يسلم كافة السلطات للرئيس وللبرلمان ويمشي. هو فين البرلمان؟ احنا هننتخب، هو اللي حل البرلمان. لا المحكمه اللي حلت البرلمان. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. المحكمه لازم توضحها. لو تصلي على النبي وتقطعي الكلام هرجع عليكي بعد كلام محمد. يعني قضيه لو سمعنا حاجه البرلمان دي، بس لو ليكوا راي نقاش زي ما. طيب اتفضل. قضيه ان المحكمه حكمت حكما ما بعدم دستوري او بعدم جواز لاعضاء الحزبيين ان يرشحوا على المقاعد الثلث.
اما قرار حرب البرلمان فهنا يعود الى السلطه التنفيذيه اللي كانت ممثله في هذا الوقت المجلس العسكري اللي اخذ اكثر التفسيرات تعسفا للقانون واقام عليها حكمه. احنا بس عشان نبقى واضحين لان في احيانا كلام يبدو انه كلام منمق وانه كلام قانوني واحنا بنتحدى هذا القانون ونتحدى، لا احنا لا نتحدى القانون، ولكن في امرين. الامر الاول وهو تاريخ التوقيت، توقيت هزدور هذا الحكم وتاريخ توقيت سياسي. الامر الثاني ان المحكمة الدستورية لم تراعي روح القانون بان هناك سيحصل في هذه الحالة سيكون هناك فراغ دستوري في هذه في لحظة قبل موعد تسليم السلطة باسابيع. الامر الثالث ان التفسير او تفسير متعسف، كان يمكن ان يتم اقالة او عزل الاعضاء الحزبيين المرشحين على المقعد المقاعد الفردية ويكمل البرلمان عمله بالمقاعد الناجحين على المقاعد الحزبية اللي هي مقاعد القوائم بالإضافة إلى المستقلين الناجحين في الحالة دي. معلش وهذا تفسير موجود يعني كلمة كان ممكن دي يعني هذه أفهمها أنك تريد تسييس القضاء. لا تسييس. وأنتم بالأمس كنتم ترفضون. لا لا. الأمر في حيثيات في قانونيين. في ثورة. أهم من الحيثيات وأهم من القانونيين وأهم من الدستور نفسه. في ثورة وفي دم سال. والثورة دي لإسقاط النظام. هل يعقل إن النظام العسكري اللي بقاله 60 سنة بيحكم البلد وبقاله سنة ونص كل شهر بيسقط شهداء؟ بدل ما يسلم السلطة يضم السلطة التشريعية لنفسه، يبقى هو عنده السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكمان هو اللي ياخد قرار ويعمل اعلان دستوري مكمل يكبل صلاحيات الرئيس. اما الرئيس جاي يعمل ايه؟ طيب هو يعمل ايه امام هذه المعضلة القضائية؟ يا اخوانا يا طيب هذه اتفضل اتفضل. هو يمشي رجعتهم عليه؟ طيب نهدي شويه بصراحه بس عشان طبعا اراءكم كلها منقوله واحنا معاكم في الميدان. طيب نحن ننقل كل شيء على الهواء نسمع يعني محمود عفيفي يقول ايه. طيب واحمد بغض النظر عن الحيثيات اللي قالها محمد القصاص في القانون، انا اللي افهمه ان الشعب مصدر السلطات. يعني انا اعرفه كده وتعلمته انا دارس حقوق للحقوق ان الشعب هو مصدر السلطات. البرلمان نزل انتخب فيه اكتر من 35 مليون مصري في انتخابات حره ونزيهه، وبناء على اعلان دستوري وضعه المجلس العسكري وبناء على قانون مجلس الشعب والشورى اللي وضعه المجلس العسكري. يبقى لو المجلس العسكري هو اللي وضع الاعلان الدستوري وهو اللي وضع القانون المخالف للاعلان الدستوري او اللي فيه عوار، يبقى المجلس العسكري لابد ان هو يحاسب بتهمه اهدار المال العام 2 مليار اللي اتصرفوا على الانتخابات. تمام لابد. لا 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 بس ما تنساش لا لا بس ما تنسوش حاجه مهمه جدا يا جماعه، ما تنساش حاجه مهمه ان شكل القانون الذي تم صياغته لاجراء انتخابات مجلس الشعب كانت بناء على الحاح واصرار ومليونيات في الميدان من بعض القوى الثوريه. لا لا انا عايز اقول موضوع التلتين بناء على استشاره اعضاء المحكمه الدستوريه العليا اللي هم دلوقتي حكموا بعدم دستور القانون. يعني حضرتك لو ترجع الميدان على كده تقدر تقول طيب لكن كان في ضغوط بعض الاحزاب طيب ثوره. خلينا نقول ان احنا يعني مشكلتنا الاساسيه مش مع الحكم في حد ذاته رغم توقيته المريب ورغم ما تم فيه في إصدار، لكن احنا مشكلتنا الأساسية ان هناك ملايين المصريين نزلت انتخبت برلمان بإرادة حرة ونزيهة، وبناء عليه دخل هؤلاء النواب إلى مجلس الشعب وبدأ يمارسوا مهمهم سواء اتفقنا أو اختلفنا حوالين مستوى أدائهم في الفترة دي. عندنا دلوقتي حكم المحكمة بيتحدث عن او المشكله في الحكم هو بيتكلم عن الجزء الحزبي من التلت الفردي. هناك ملايين نزلوا انتخبوا، هناك ملايين من الجنيهات انفقت على هذه الانتخابات، ثم نيجي ناخد الاقصى تفسير لحكم المحكمه ونبطل المجلس كله في اهدار كبير طبعا للمال العام بالتاكيد، في اهدار لوقت وجهد المصريين والملايين اللي وقفت في طابير طويل عشان تطلب اصواتها في انتخابات يعني لها يعني شهودها طيب على حريتها ونزاهتها. غير موافق على كل هذا. احنا الان دفع ثمن ودم. حكم القضاء يرد عليه بحكم قضاء، يعني محكمه القضاء الاداري لها ان تحكم على تلك الحيثيات وتفسرها التفسير المنضبط الذي يجب ان يخضع له ميدان التحرير. بص هقول لحضرتك حاجه، انا يعني ان احنا نقعد مع بعض كده ونمثل على بعض ان القضاء مستقل، انا مش ناويه العب اللعبه دي.
ما هو الفضاء ده اللي طلع الانتخابات الرئاسيه مظبوطه. ما هقول لحضرتك حاجه يعني... ما برضه ده ما يخليش ان القضاء برضه مستقل، يعني مش عشان خاطر عمل حكم مره عجبني فيبقى كده هو. احنا عارفين القضاء مش مستقل، ومن ضمن برنامج الرئيس المنتخب استقلال القضاء قالها في الخطبه بتاعته اللي هي الخطبه الافتتاحيه بتاعته. استقلال القضاء ده اعتراف ان في تيار اسمه تيار الاستقلال للقضاء. القضاء مش مستقل خلاص. وبعدين بقوا يخوفونا ويزعقوا لنا ويطلع الزند يشخط فينا ويقول لنا هنحبسكم كلكم واحد واحد لو غير ده. لا لا تخلط الامور ماشي خلاص. يعني الزند لا يعبر عن الساحه القضائيه او الهيئه القضائيه. لا لا ده رئيس نادي القضاء هيئه اجتماعيه. لا يعبر يا فندم هيئه اجتماعيه حضرتك. يعبر يا فندم. وحاله الحماس اللي حصلت دي انه كمان هو يعني استثار حاجه يعني بدائيه جدا. طب خلينا في موضوع المجلس يعني بشكل قبلي. انا دلوقتي ما يهمني دلوقتي انه اللي حصل ان احنا قمنا بثوره لاسقاط النظام. جه بعد كده انقسم الشارع الثوري الى فريقين، فريق اختار التيار المنهج الاصلاحي وبعدين راح كده يعني كالتي نقضت غزلها. كل حاجه اتكررت، كل ما بني في المنهج الاصلاحي اتكرر كده اتنسل تماما خلاص. ووصلنا لحد مرحلة انتخابات رئاسية فيها لولا الضغط الثوري ما كانش الحقيقة مرسي نجح. كان يعني تحديد المواعيد اصلا لولا 8/7 لولا لا ده من يعني من قبل 8/7 كمان من 15 مايو محمود ميعاد الحدث محمد محمود. لا ما بتكلمش على كده، ما بتكلمش على مواعيد الانتخابات، ما بتكلمش على المكتسبات اللي حققها الضغط الثوري في الشارع. من اول لحظه الضغط الثوري في الشارع هو اللي بيحقق هذه المكتسبات. المشكله انه التشبث بالمنهج الاصلاحي خلى انه البرلمان ده جيب الدم، وتحديد موعد انتخاباته جيب الدم. وبسبب التشبث بالمنهج الاصلاحي تم إهدار هذا الدم اللي دفع في البرلمان خلاص. فدلوقتي آمل إنه حصلت صحوة، ودي اللي حضرتك بتتكلموا عليها. آمل إنه يكون في صحوة، واللي كان الأستاذ بيتكلم إنه الناس اتعلمت من أخطائها، إنه مفيش غير الخط الثوري هو الحل الوحيد اللي هيجيب اخرها، يعني اللي هيجيب المطالب اللي احنا عايزينها. بصرف النظر بقى الخط الثوري ده، ما يجيش بقى واحد بقى يقول لي اصل المحكمه الدستوريه قالت. اصل مع احترامي لكل ده، احنا على فكره احنا عاملين ثوره ومفروض نسقط ده كله. مش عاجبنا الدستور ولا عاجبنا القانون، هنعمل واحد تاني وقانون تاني وهنطهر قضاء وهنعمل دستور جديد. فمحدش يجي يقول لي بقى المحكمه الدستوريه حل البرلمان. لا، البرلمان ده اتعمل بالدم، والناس صوتت بشكل حر ونزيه، ونزلت وقفت في الشارع. وقبليها كانت مذبحه محمد محمود اللي هي ألوم فيها كل التيارات السياسيه، لانه في معركه محمد محمود المجلس العسكري كان يحتضر والقوى السياسيه هي التي اعطته قبل. طب وليه بتدافع عن مجلس الشعب نوارا بالرغم انه البعض يراه غير معبر عنه؟ انا لا ادافع عن مجلس الشعب، وانا فعلا اداء مجلس الشعب خلاص انا شايفه انه اداء مجلس الشعب هو اللي ادى الى حله، مش ادى الى حله بمعنى ان هو يستحق الحل، ولكن بسبب هذا التخاذل. بسبب التخاذل، وانا اسفه يعني اداء كده، اداء شبه اداء فتيات الجيشه، هذا التذلل والتزلف للمجلس العسكري والتنازل. انا ده اداء ما عجبنيش بالمره خلاص. لكن بالرغم من سوء اداء هذا البرلمان، ما ينفعش يتحل بالطريقه دي. اللي انتخبهم هو اللي احنا. طب احمد له مداخله على كلامك؟ يعني لو قسنا اداء البرلمان، ولا بتتكلم على اداء البرلمان؟ يعني ممكن ارجوكم لو سمحتوا، احنا في مجتمع ميدان التحرير يعني اللي لازم كلنا نسمع فيه البعض، لو سمحتوا اتفضل. يعني لو احنا بنتكلم على اداء البرلمان كاول لو بنتكلم على اداء البرلمان كاول برلمان بعد الثوره، ولا بد ان هو تكون ليه مواقف ثوريه اكثر من ذلك. طبعا احنا كنا عشمنا او نامل ان يكون اداء البرلمان بالتاكيد احسن من كده، وكنا نتمنى ان هو يكون اكثر، ياخد مواقف اكثر ثوريه من كده. لكن يعني ما 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 برلمان الثوره اللي دافع عن هيبه الداخليه اللي بتضربنا، ولا مفيش خرطوش خلاص. بس
بصرف النظر عن انا شايفه انه اداؤه يعني صفر على 10 خلاص، لكن ما يعني يتحلش ما يتحلش بانقلاب عسكري عن طريق القضاء. طب احنا مش عايزين اللي انتخبهم هو اللي يمشيه. تمام، احنا انا مش عايز ادخل قوي في تقييم اداء البرلمان، يعني اداء البرلمان له ما له وعليه ما عليه. يعني لو احنا بنقيس على برلمان ما بعد الثوره، اكيد احنا عشاننا كان هو يبقى اكتر من كده واداؤه يبقى افضل من كده، لكن الوضع اللي انتخب فيه البرلمان والحياه السياسيه الصعبه جدا اللي كان قبل البرلمان، يعني قد تعتبر، لكن على اي الاحوال على اي الاحوال هذا القصور ما تجرأ عليه. لا على اي الاحوال، على اي الاحوال كان هيبقى له خلفيه شعبيه كبيره. على اي الاحوال يعني ما تقول البرلمان، يعني انا اقصد اقول يعني انا مش بدافع. حضرتك عارف ان انا قعدت 8 ايام انا والزملاء مضربين عن الطعام حمايه للبرلمان، وبنطالب نواب البرلمان ان هم يعطسوا تحت قبضه البرلمان قبل الحكم القضائي، ولو كانوا اعتصموا تحت قبه البرلمان ما كانش حد عارف يخرجهم. هو ده اللي انا بقوله، بعد ما اتحكم عليهم بحل البرلمان. انا بقول جايين يقولوا امشوا معانا ونروح نقتحم البرلمان. انا برضو في لا ده اسمه تخاذل. ماشي بس خلصنا مع الدبينه. طيب. الدبينه وكان ممكن نخلص بدري. طيب احنا لسنا في اطار ان احنا نقيم تجربه البرلمان، لكن هناك الان ملايين المصريين اللي انتخبوا هذا البرلمان، عجبنا او لم يعجبنا، شايفين اداؤه 0/10 او 10/10، ده ليست هذه القضيه. القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي ان في ملايين نزلت الى الشارع ووقفت في طوابير طويله، وهناك مال انفق على ملايين الجنيهات انفقت على اداره هذه الانتخابات. لذلك الحل الاولى هو في ظل الوضع الدستوري الموجود ان يختار المجلس العسكري او يختار الجهه التنفيذيه، او نعود الى الهيئه المختصه بطريقه تنفيذ الاحكام في مجلس الدوله لتحدد ما هو طريقه تنفيذ هذا القانون او هذا القرار. لذلك احنا دلوقتي امام اصطفاف وطني واقف فيه تقريبا جميع القوى السياسيه، وانا على عكس نوارة انا ساظل ابحث عن التوافق الوطني، وساظل ابحث عن المساحات المشتركه سواء كانت المساحات دي صغيره او كبيره، هنفضل نبحث عنها. قد يكون في بعض الاوقات هذا صعب، وقد يكون في بعض الاوقات هذا سهل، لكن ده مستقبل بلد، علينا ان احنا نكون مسؤولين عن هذا المستقبل، وعلينا ان احنا نبقى نبحث عن هذا خيط الحوار لمحمد القصاص. موضوع الاصطفاف الوطني اللي اتكلم عليه احمد، وموضوع ان الشعب يريد هذا الكلام، اصبح تحته خط، لان هناك 12 مليون وشويه انتخبوا الفريق احمد شفيق، وهناك جمعات يدعى اليها الان من قبل بعض الاطراف، يقال انها ستوازي ميدان التحرير او تزيد. كان الاول ميدان التحرير وحده في عصر النظام السابق وقبل سقوطه حاول ان يجمع مئات الافراد فلم يستطع. الآن الوضع مختلف، يعني أصبحت الكفتان متوازيتين تقريبا. لا الحقيقة الصورة مش كده، والصورة دي اللي بيحاول يصورها بعض أعلام النظام. لا بيصورها الانتخابات الرئاسية معذرة، يعني مش كل حاجة إعلام. طيب اتفضل. يعني ما بتكلمش على إعلام الجزيرة، بتكلم على إعلام النظام. لا أنا بتقول إعلام النظام أنت. طيب أنا بتكلم على فكرة إن في صورة بتحاول أن تروج منذ بدايه الثوره، زي ما حضرتك قلت، من اول مصطفى محمود لما كان في مصطفى محمود، بعدين بقى في روكس، بعدين في العباسيه، طول الوقت احساس ان في ناس معه وناس ضد، لكن الحقيقه مش كده. انا بقول ان الشعب المصري مع الثوره. ما حدث ان في بعض الناس راحت انتخبت شفيق او خلافه نتيجه ازمات مفتعله، نتيجه خوف بشري طبيعي، الناس خوفت على اكلها، الناس كمان اغريت، بعضهم اغري بشيء. انت شايف ان ده اتغير؟ الناس لسه خايفه برضه. اتغير بمجرد اعلان محمد مرسي رئيس الجمهوريه. ازاي؟ اتغير. انا متاكد ان الملايين اللي نزلت ميدان التحرير هي نزلت تاخد شفيق. لما قابل سواق تاكسي، في ناس بتنزل كده فرحه مع الهيصه، يعني زي ماتشات الكوره كده. قابل سائق تاكسي او قابل ناس بينتخبوا شفيق يبكي، يقول انا ببكي لان انا كنت غلطان. في احساس ندم، في احساس شعوري اختلف. النتيجة فكرة أشواق حاجات شفيق وما لازم. معذرة يا محمد، بس هذا الكلام لا يقاس عليه، الذي يقاس عليه مشهدان ده في مئات الألاف، وده في مئات الألاف. لا مش مئات الألاف، أتحدى أن يكون هناك مشهد. عمره ما كان مئات الألاف. واضح إحنا رحنا نصور واتضربنا وما رضوش يخلونا نصور، بس أنا بشهد الحق يعني. ما هو معناه أنا صورة معينة، في صورة معينة، طب تاني يوم كانوا فين؟ وقت إعلان النتيجة.
كان كام؟ كان في كام واحد هناك؟ في 10 تلفار هناك، في مئات الالاف من ميدان التحرير منتظرين النتيجه. لو انت بتقيسها بالمشهد والصوره، الصوره ابدا عمرها ما كانت متوازيه ولا كانت متساويه ولا كانت متقاربه باي شكل من الاشكال. طول وقتها دي صوره مفتعله من بعض الناس اللي مقصوبين ومأجورين ومدفوعين بشكل واضح وصحيح، وصوره حقيقيه تعبر عن الشعب المصري وتعبر عن ثورته. حتى الناس لما خافت شويه خافت خوفت، وده بيمرز دلوقتي للاسف الشديد. حتى بعد نجاح مرشح ليس محسوبا على الزمن القديم ونجح باصوات من ماله الى الثوره، بعد هذا المشهد ما زال مسلسل التخويف مستمر. يعني انا مش عايز اذكر اسماء قنوات او اسماء اذاعات معينه، في تخويف متعمد، وهذا من سياتي اللي يحرقكم ويقتلكم ويطرد المسيحيين، كلام طبعا لا ملوش اي اساس ولا له اي منطق طبعا، بغض النظر يعني عن اتفاقنا واختلافنا مع الدكتور محمد مصري ومع فكره ومع يمثله من افكار وحزبه يا جماعه. لكن اكيد اكيد مفيش حاجه اسمها رئيس جاي هيذبح نص المصريين، ولا في رئيس جاي هيمشي المسيحيين من مصر، مفيش الكلام ده خالص. دي كلها اختراعات وفزاعات. والمشهد انا باكد المشهد ما كانش كده ومش هيبقى كده. المشهد الان وده اتعمل برضه نتيجه المشهد اللي حصل من جمعه 22/7 بممثلين لكل القوى وكل الطيارات تقف وتقول ان احنا مكملين الثوره، سواء نجح محمد مرسي او خسر محمد مرسي مكملين الثوره. وانا عايز ارد على سؤال مهم جدا، انا بعتبر ان الاعتصام الحقيقي وان مطالب الثوره الحقيقيه تبدا بعد اعلان نتيجه محمد مرسي. الدفاع عن صلاحيات محمد مرسي ليس حبا في محمد مرسي، انا شخصيا اختلف معه جدا، واختلافي يعود الى سنوات معه، واديت صوتي ليه في مرحله العاده الثانيه فقط مش في الاولى. لكن الان انا ادافع عن صلاحيات الرئيس انتخب المصريين. عندما ادافع عن البرلمان وانا اؤكد على اختلافي عن اداء البرلمان، وانا اؤكد ان البرلمان جزء من مما وقعنا فيه من اختيار بن شفيق ومرسي، لان شفيق مرشح نفسه ويعني البرلمان تغاضى عن ذلك وما بداش يشتغل على قانون العزل الا لما ترشح عمر سليمان قدام خيرت الشاطر بمنتهى الوضوح، وبدا يتحرك على قانون العزل في وقت غلط. وقانون كنا عارفين تماما كلنا او جزء مننا يعني من القانونيه كان عارف ان هو قانون دستوري، نتيجه انه عد على البرلمان نفسه كان مسؤولا عن الوضع السيء اللي احنا موجودين فيه. ولكن انا ادافع عن البرلمان لاني ادافع عن 30 مليون مصري ادوا صوتهم، انا ادافع عن اصوات المصريين، ادافع عن اراء المصريين، ادافع عن دماء المصريين عندما ادافع عن حقهم في اختيارهم من يمثلهم، حتى لو كنت اختلف مع هذا الاختيار، حتى لو كنت رافض لهذا الاختيار. عندي بس تخوف يعني في اطار ان احنا كلنا بنخطئ وكلنا بنتعلم من اخطائنا. اذا ما كانش هيحصل اعتراف واضح انه البرلمان فعلا اداؤه كان هزيل وجرأ عليه المجلس العسكري ولم يحترم من انتخبوه، اذا ما كانش هيبقى فيه اعتراف واضح بده، مفيش امل في ده، مفيش امل في اني انزل ادافع عن مرسي ويؤدي نفس الاداء. انا نازله ادافع عن صلاحيات الرئيس المنتخب المدني، ونازله اقول انه ده القائد الاعلى للقوات المسلحه وله صلاحياته هنتزعها له ولو هموت. انا انزل اموت عشان في الاخر هو يؤدي نفس الاداء بتاع الهولز والبونبوني وهندافع عن ومفيش خرطوش، هيؤدي نفس الاداء، هيؤدي نفس الاداء، يبقى نوفر نفسنا. لازم يبقى فيه جزء من التعلم من الاخطاء هو الاعتراف بيها. طب اللي يضمن لك ان اداؤه ما يبقاش كده؟ ما هو عشان ده انا بسال الشعب. ما الشعب. انا دلوقتي لا انا الشعب. ها دلوقتي انا نازله ادافع عن الحق، انا نازله ادافع عن الحق. ماليش رئيسك ولا لا يا مشير، قول الحق بس رئيسك ولا لا يا مشير، قول الحق بس رئيسك ولا لا يا مشير، قول الحق بس رئيسك ولا لا يا مشير، قول الحق. لا 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 لن نمنعكم من الشعارات التي تريدونها، ولكن يعني بقدر ضيق لو سمحتوا عشان انا الحق بيقول انه ده برلمان منتخب سيء الاداء، اللي جابه هو اللي يمشيه، اللي جابه هو الشعب والشعب هو اللي يمشيه، مش انقلاب عسكري. محمود له تعليق. الحق بيقول انه ده الرئيس المنتخب وله كامل الصلاحيات، واجيب له صلاحياته وبعدين اعرضه، بس لازم يبقى رئيس الاول عشان يحاسب بعد عشان احاسب. لكن انا خايفه ان انا انزل اجيب له صلاحيات واتخانق له زي ما نزلت اضربت عن الطعام عشان النواب، والنواب قالوا لي انت جاي تعمل لنا كرامه احنا ما عندناش اصلا، وراحوا سايبيني وهربوا. ما عملوا لك كده؟ يا الله الكتبني هرب، احنا مضروبين عن الطعام وعايزين نقابله عشان خاطر نحافظ على البرلمان ونحافظ على قانون العزل السياسي، هرب من الباب الوراني. وعصام عليان قال والله ما احنا معتصمين بقى، احنا مش عايزين نعتصم. ده اللي حصل هو انا لا انا اللي كنت موجوده. طيب طيب انا هتكلم بلسانكم، انا هتكلم الشعب. طيب نواب البرلمان الشعب
الشعب يريد نواب البرلمان. طيب ما هي ألف انا مش شايف اختلاف يا اخوانا، انا مش شايف اي اختلاف. انا صوتي اعلى، انا صوتي اعلى فوق لو الدبابات. طيب طيب يا نوارة 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 الصوت العالي نوارة براحة براحة نوارة نوارة. الكتابني هرب وعصام العريان هرب نوارة نوارة. طيب اسمحوا لي انا، اسمحوا لي انا يا اخواني في ميدان التحرير، اسمحوا اسمحوا لي انا اسالكم سؤال واحد بس، سؤال واحد، هل تقتنعون اني مع الراي والراي الاخر؟ طيب سيبوني اناقش. طيب طيب خلاص ثواني يا نوارة نوارة، انا لا ارى لا ارى خلافا، لا ارى خلافا بين رايك وبين رايهم، هم عايزين مجلس الشعب وانت عايزه مجلس الشعب، ولكن ما يكدبونيش فيها. طيب ما هو ده ده هقول لحضرتك حاجه، نعم. ده اداء بيخليني اخاف. ده اداء بيخليني انا ما بص حضرتك انا لا بخاف، استنى بقى، انا لا بخاف من الدبابات ولا من الرصاص ولا من المدرعات، هم اللي بيخافوا ماشي. انا بخاف من الخذلان وبخاف من الغدر وبخاف من الكذب والخديعه. انا اتعرض، انا وقفت قدام الدبابات اكتر من مره، والاخوه اللي قاعدين دول عروا ظهري وما نزلوش ماشي. فانا انا لو هم مش هيعترفوا باخطائهم يبقى احنا بنضيع وقت. طيب سؤال سؤال اساله، سؤال اساله للجموع، هل انتم اساله وتردوا عليا، هل انتم هل انتم مع الاعتراف بالاخطاء اذا ما كان هناك مخطئ؟ بس كده. طيب محمود محمود تفضل 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 نسمع نسمع راي الاخ. تاخد مجلس الشعب وتاخد مجلس الشعب. احنا اول ناس اول ناس قلنا لابد من مجلس الشعب، وجهنا له رساله. لو سمحتم بس الصوت عشان نكمل لو سمحتم. قلنا لابد ان مجلس الشعب ينتزع صلاحياته من المجلس العسكري. يعني المجلس العسكري قال طبقا للاعداد السوري اللي هو عمله، انا هسلم مجلس الشعب في حال انتخابه كل سلطاته التشريعيه. اول ما انتخب مجلس الشعب اخذ، قلنا لابد ان انت تنتزع كافه صلاحياتك كمجلس شعب وكبرلمان منتخب بتعبر عن، لان الشعب في خلاف على الصلاحيات الشعب الاول. قلنا الكلام ده، احنا قلنا له الكلام ده، المجلس الشعب ما كانش قادر يشيل الجنزوري، وعني دي كانت من صلاحياته. مجلس الشعب ما كانش قادر يعدل الماده 28 من الاعلان الدستوري، تمام، يعني دي من صلاحياته. قلنا له ده احنا بنحطك دلوقتي قدام، يعني دي امانه انت كان في عنقك، الشعب اختارك عشان انت تشرع، عشان انت ليك سلطه تشريعيه. لكن لا تنسى ان ورقه حمل البرلمان كانت في الادراك كما كانوا يقولون. لا لا بعد اذنك، يعني كانوا يقولون ذلك. لا المفترض في الوقت ده لما الشعب مجلس الشعب والبرلمان هدد من قبل الجنزوري ومن قبل المجلس العسكري واتقال له ان ورق الحل في البرلمان، كان لابد ان يكون في مواقف حاسمه. هو ما كانش قادر يشيل الجنزوري حتى، تمام، يعني عشان بس انا متفق مع نوايا كده، مجلس الشعب كان في تخاذل ما قدرش ان هو ينتزع صلاحياته. احنا بقى دلوقتي مش عايزين نرجع لنفس الموال، نعم، عشان نبص لقدام. هل انت يا دكتور محمد مرسي، احنا نازلين وبنقول شعار الشعب ايه؟ تمكين الرئيس، عايزين نجيب لك صلاحياتك، بس هل انت عندك القابليه وعندك الدافع انك تاخد صلاحياتك فعلا؟ يعني هل انت كرئيس عندك يعني عندك استعداد انك تقاتل على صلاحياتك وانك تكون فعلا رئيس بتعبر عن كل المصريين وبتعبر عن الشعب المصري اللي انتخبك؟ لو انت عندك ده احنا وراك بكل ما نملك، تمام، واحنا يعني كل القوى الثوريه تمتلك الشجاعه، وشفنا في محمد محمود وفي مجلس الوزراء تمتلك الشجاعه انها تواجه، لكن احنا خايفين، تمام، ان يكون في تخاذل زي ما نوايا، وبالتالي مش عايزين نجرب تجربه مجلس الشعب تاني، مش عايزين نجرب تجربه مجلس الشعب تاني، تمام. هل هل هناك يعني اي صوره ممكن ان تعبر لك عن وجود تخاذل او ربما ينشا بعد قليل؟ في تخوف. انا 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 مش كمان هناك مدلول او دليل على ذلك. دكتور محمد مرسي في الانتخابات دعمنا دكتور محمد مرسي على اختلافنا معاه. انا بقول احنا، انا بتكلم عن نفسي،
انتخابنا الدكتور محمد موسى في الانتخابات تمام، وما كانش في ايدينا الناس بتقول لنا ايه الضمانه ايه اللي المكتوب، ما كانش في ايدينا اي حاجه تمام، ولكن احنا التزمنا في واجبنا الوطني تمام تجاه اسقاط هذا النظام تجاه الثوره، وصوتنا للدكتور محمد موسى. احنا خايفين انه فعلا يخزلنا، فالوقت بنحط قدام مسؤولياته بنقول له عليك نوارة ارق أنا عليك انك تلتزم بصلاحياتك، عليك انك تلتزم بكل صلاحياتك، عليك انك طيب هنا يعني هنا يعتبر ممثل على يعني انا يعني انا اتفضل يعني انا 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 بالتاكيد ضد ان احنا ان يتم تقييم تجربه مجلس الشعب بهذه الطريقه. وانا عاتب طبعا على نواره، يعني لا كتتني ولا عصام العريان تاريخه ولا شخصيته بتقول ان هو ممكن ان هو يهرب. على اي الاحوال على اي الاحوال على اي الاحوال نعم بلاش التفصيل في الامور يعني لا الاخوان لا معلش يا احمد معلش لحظه للإخوان المسلمين لا تاريخهم ولا تاريخ عصام العريان ولا تاريخ سعد الكدابي أوضح لك عشان بس نحط عشان بس نحط خط تحت النقطة دي عشان نعديها ونروح ل إن كنا بنقيم أداء مجلس الشعب أنه كان في حاجة إلى أن يكون أكثر ثورية أو يكون أداء أفضل من ذلك، فإحنا متفقين على كده. لكن لا الإخوان المسلمين ولا عصام العريان ولا سعد الكدابي تاريخهم طيب. أو شخصياتهم بتقول إن هم بيهربوا من المواجهة وما إلى ذلك، وتاريخهم يشهد بكده. لا السؤال 18 يوم وكله 18 يوم هذا 18 يوم نوارة خلاص وال 18 يوم وال 18 يوم وال 18 يوم يشهدوا بكده. على أي الأحوال؟ سؤالي أنا على أي الأحوال؟ أسألك بسؤالي أنا الآن، الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة يقفون موقفا ثوريا، هذا ما كانت تطالب به نوارة من قبل، إن مجلس الشعب يكون له موقف ثوري إذا ما مست هيبته وإذا ما مست صلاحياته. الآن بعد أن حل مجلس الشعب الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة يلجأ إلى هذه الآليات مرة أخرى الثورية. إحنا على أي الأحوال احنا بصوره مباشره هناك اخطاء ارتكبت في الفتره السابقه، ونحن في اطار ان نصل الى توافق مع كل القوى الثوريه، واعتقد ان هذا وضح بصوره كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت ومن خلال تعهدات دكتور محمد مرسي بما سيقوم به في الفتره القادمه. واعتقد ان هذه التعهدات وهذه الوعود اللي قالها لقت قبول من كل القوى اللي كانت موجوده واللي حضرت المؤتمر الصحفي، واللي اعلنت بناء عليه ان هناك اصطفاف وطني خلف هذا المشروع الى ان يتم الـ الانتهاء من هذا الامر. فاذا احنا طب انا اكمل كلام لا انا اكمل كلام لا حضرتك قولي بعد ما انا اخلص بعد ما انا اخلص معلش حضرتك يعني حضرتك انا اكمل كلام الاول. انت جايب طيب. هنا اسيره ولا حاجه جايب لنا اسيره ولا حاجه لا هو نوارة اقعد يا نوارة كده مش صح نوارة لو سمحتي اقعد لو سمحتي نوارة